بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم جميعا مرة تانية. النهاردة نستكمل مع بعض إن شاء الله موضوع إدارة هيكل رأس المال العاملة. انتهينا مع بعض في المحاضرة اللي فاتت إن في علاقة بين شخصية أو طبيعة المدير المالي وبين طبيعة السياسة التمويلية المتبعة وبين حجم العائد المتوقع للسياسة التمويلية أو لشخصية المدير المالي وحجم المخاطر المتوقع ان يتعرض اليها نشاط المنشأة. بمعنى اصح، اتفقنا ان في 3 انواع من المديرين الماليين. في مدير عاقل او متزن اللي احنا بنسميه مدير بيتبع مبدأ التغطية، اللي هو بيحاول يعتمد على مزيج ملائم من مصادر التمويل بشقيها سواء كان قصيرة او طويلة الاجل وعلاقة كل مصدر من تلك المصادر بالعائد والمخاطر، وبالتالي بيحاول يعمل التوازن زي ما قلت لحضرتك قبل كده بين توقيت استحقاق التدفقات النقدية الداخلة للمنشأة في شكل سيولة أو نقد، وبين توقيت استحقاق التدفقات النقدية الخارجة من المنشأة في شكل التزامات أو سداد لبعض المصروفات. وفي في الوقت الآخر في مدير بنسميه متحفظ، بيجنب المنشأة واجهة أكبر قدر من المخاطر بغض النظر عن حجم العائد المتوقع. وفي في الجانب الثاني مدير بنسميه جريء أو جسور أو مغامر. وطبعا المدير بيسعى هذا النوع من المديرين على عكس المدير المتحفظ اللي احنا بنسميه ريسك افيرس فاينانشال مانجر، أو بمعنى أصح مدير كاره للمخاطر. على العكس من المدير المتحفظ أو الكاره للمخاطر، في عندي المدير اللي هو محب للمخاطر. في الواقع هو مش محب للمخاطر، هو محب للعائد اللي بيرتبط بالمساهمات المرتفعة من المخاطر، وبالتالي عنده استعداد يعرض استثمارات المنشأة للمزيد من المخاطر في مقابل الوصول لأي عائد متوقع. النهاردة هنكمل مع بعض في موضوع جديد، وطبعا زي ما قلت لحضرتك كل القصة إنك بتحاول تنظر لقائمة المركز المالي من خلال شكل مبسط بإنك أنت تختصر بنود قائمة المركز المالي. النهارده هنتكلم مع بعض على الجانب الآخر من قائمة المركز المالي، وهو بالفعل مصادر التمويل قصيرة الأجل. وبالتحديد هنتكلم مع بعض على حاجة اسمها إزاي أحدد آجال مصادر التمويل أو القروض قصيرة الأجل اللي المنشأة متوقع إنها تتعاقد عليها مع الموردين، سواء كان الموردين دول موردين ماليين في شكل بنوك أو غيره. بمعنى أصح، لو حضرتك هتعتمد على مصادر تمويل قصيرة الأجل أو جزء من مصادر التمويل قصيرة الأجل لتمويل استثمارات المنشأة المختلفة، إزاي أحدد الحد الأدنى لعمر أو لتاريخ استحقاق مصدر التمويل قصير الأجل؟ عشان أتكلم عن آجال مصادر التمويل قصيرة الأجل أو تواريخ استحقاقها، لازم أتكلم عن نقطتين، حاجة اسمها الدورة التشغيلية وحاجة اسمها الدورة النقدية. طيب، قبل ما اعرف الدورة التشغيلية لازم اقول دورة نقدية يعني ايه. يعني قبل ما المدير المالي للمنشأة يتعاقد على مصادر تمويل او يروح يقترض مصادر تمويل او قروض قصيرة الاجل، لازم يعرف النقود اللي هتدخله في شكل اموال سائلة للمنشأة نتيجة ممارستها لنشاطها، نتيجة قيام المنشأة بالانتاج بالفعل او بالتشغيل او بممارسة نشاطها، ثم البيع، ثم الحصول على نقود سائلة في شكل محصلة بيع. لازم يعرف المبلغ ده هيدخله في شكل تدفق نقدي داخل بعد فترة زمنية مقدارها قد ايه، عشان بناء على هذه الفترة الزمنية يروح يتعاقد على مصادر تمويل قصيرة الأجل او على قروض قصيرة الأجل. كل ده عشان يجنب المنشأة الوقوع فيما يسمى بمخاطر العسر المالي او مخاطر السيولة. طيب، عشان اوصل لما يسمى بالدورة النقدية لازم أفهم يعني إيه دورة تشغيلية. خلينا نتأمل مع بعض قائمة المركز المالي. لحظة قيام المنشأة بالحصول على نقود سائلة، الشركة لما تيجي تبدأ ما تقدرش الشركة تبدأ من غير توافر نقد سائل بين إيديها، بتستخدم النقود السائلة في، خلينا ننتقل للجانب الآخر عشان توضح الصورة أكتر. لو قلت دورة تشغيلية بقول إن الدورة التشغيلية عبارة عن الفترة الزمنية اللي الشركة بتستنفذها بداية من الحصول على الأموال السائلة واستغلالها
في القيام بشراء احتياجاتها من المخزون، احنا بنسميها منتجات. وكمان مش بس كده، ده كمان لسداد قيمة أو أسعار هذه المنتجات الزراعية أو المنتجات الخام اللي الشركة بتشتريها، بالإضافة إلى سداد كل ما يلزم من أجل قيام العمال بالتشغيل، سواء كانت رواتب أو أجور أو خلافه، ثم تحويل هذه أو تحويل المخزون إلى مبيعات، ثم تحصيل قيمة المبيعات الخاصة بالمنشأة، ثم تحول قيمة المبيعات لنقد مرة أخرى. يعني اللحظة الزمنية التي تمضي منذ حصول المنشأة على نقد سائل بين إيديها، ثم استخدام هذا النقد، ثم الحصول على النقد مرة أخرى، إحنا بنسميها الدورة التشغيلية. ولما أجي أحسبها، طبعا إحنا بنعرف إن الدورة التشغيلية اسمها Operating Cycle. لما أجي أعرف الدورة التشغيلية هلاقيها بتنقسم لحاجتين. لما أقول قيام المنشأة باستخدام النقود السائلة في شراء احتياجاتها السلعية وبالتالي احتياجات المخزون، إذا بتكلم عن حاجة اسمها فترة التخزين، ثم تحويل المخزون إلى مبيعات وبالتالي إلى نقد، وكأني بتكلم على متوسط فترة التحصيل. إذا الدورة التشغيلية الخاصة بالمنشأة ممكن أقول عبارة عن حاجتين: متوسط فترة التخزين زائد متوسط فترة التحصيل. ولما أجي أعرف متوسط فترة التخزين، ودي سبق إن أنا عرفتها وأنا بتكلم عن التحليل المالي، هقول إنها الفترة الزمنية اللازمة لتحويل المخزون اللي في خزائن الشركة إلى نقود سائلة، وبالتالي فترة انتظار وحدات المخزون في خزائن الشركة. ثم متوسط فترة التحصيل بنسميها الفترة الزمنية التي تمضي منذ قيام المنشأة ببيع جزء من منتجاتها في شكل آجل، ثم تحصيل هذه أو قيمة هذه المنتجات أو المبيعات الآجلة. يبقى لما أقول دورة تشغيلية، إذا أنا بتكلم عن حاجتين: متوسط فترة تخزين زائد متوسط فترة تحصيل. وطبعا أنا عارف القانون أو النسبة المالية اللي تمكنني من حساب كل فترة على حدة. يعني لما أقول متوسط فترة التخزين اللي احنا بنسميها متوسط فترة تحويل وحدات المخزون إلى نقد سائل، عبارة عن قيمة المخزون نفسه على تكلفة البضاعة المباعة في اليوم الواحد، وبالتالي بدل ما أقسم على 360 يوم في المقام، أنا طبعا ضربت فيها في البسط. طب لما أقول متوسط فترة التحصيل، زي ما احنا كنا عارفين إجمالي الذمم أو الحسابات المدينة الخاصة بالشركة، ودي نتيجة المبيعات الآجلة للشركة، بقسمها على صافي المبيعات الآجلة في اليوم الواحد، وطبعا بدل ما أقسم على 360 في المقام برضو ضربت في 360 يوم في البسط. طيب أنا كل اللي يعنيني عشان أوصل لأعمار أو لأجال استحقاق مصادر التمويل قصيرة الأجل، ومنها القروض قصيرة الأجل على سبيل المثال، أنا عايز من خلال الدورة التشغيلية أوصل لما يسمى بالدورة النقدية. طيب انا كده عرفت يعني ايه دوره تشغيليه، لازم اعرف يعني ايه دوره نقديه. الدوره النقديه عباره عن الفتره الزمنيه اللازمه لتحويل كل من المخزون وحسابات المدينين او الزمن الى نقد سائل. وبالتالي لما اجي اقول دوره نقديه انا بتكلم عن حاجتين اتنين: فتره تحويل المخزون الى نقد سائل، بالإضافة إلى فترة تحويل الحسابات المدينة أو الزمن الناتجة عن مبيعات الشركة لأجلها زي ما احنا متفقين إلى نقد سائل. لكن اللي بيميز الدورة النقدية عن الدورة التشغيلية إن الدورة النقدية كمان مش بتاخد في اعتبارها ده فقط، لا، ده بتاخد في اعتبارها كمان ما يسمى بالفترة الزمنية اللازمة لقيام المنشأة بسداد مستحقاتها أو مشتراتها الآجلة في ميعادها. وبالتالي كأنك كمان بتتكلم عن حاجة اسمها متوسط فترة ائتمان أو متوسط فترة السداد. وبالتالي الدورة التشغيلية هتبقى أو الدورة النقدية هتبقى عبارة عن الدورة التشغيلية ناقص متوسط فترة السداد أو الائتمان بهذا الشكل. وطبعا لما أقول متوسط فترة سداد نحسب، أو حضرتك طبعا عايز المصطلحات بالإنجلش أو الإكسبريشنز، وده مهم طبعا للناس اللي بتعمل دراسات عليا. وبالتالي لما اقول متوسط فترة السداد بسميها average payment period، متوسط فترة التحويل النقدي بنسميها cash conversion cycle.
طيب تعال نطبق على المثال الحالي اللي هو القوائم المالية للشركة الحالية عشان أعرف بالتحديد تواريخ استحقاق أو آجال استحقاق مصادر التمويل قصيرة الأجل الخاصة بالمنشأة، الحد الأدنى اللي الشركة ممكن تتعاقد عليه في شكل مصادر تمويل كزمن. طبعا خليني أطبق على مثال بالفعل، ده المثال موجود في كتاب حضرتك. أحتاج أحسب حاجتين زي ما قلت لحضرتك، أحتاج أحسب دورة تشغيلية بالإضافة لدورة نقدية. خلينا نبدأ بالدورة التشغيلية، وزي ما قلت لحضرتك دورة تشغيلية محتاج أحسب أو أحسب متوسط فترة التخزين زائد متوسط فترة التحصيل. متوسط فترة التخزين بقول عبارة عن المخزون في 360 يوم على تكلفة البضاعة المباعة، المخزون ب 24 مليون زي ما أنا شايف. تكلفة البضاعة المباعة بجيبها طبعا من قائمة الدخل، ودي عبارة عن 76 مليون. هطبق بشكل مباشر زي ما أنا شايف، هيطلع عندي متوسط فترة التخزين عبارة عن 114 يوم. طيب ده الشق الأول من الدورة التشغيلية. عايز كمان متوسط فترة التحصيل. متوسط فترة التحصيل عبارة عن المدينين أو زمن اللي هي مبلغ مقداره 20 مليون زي ما أنا شايف في الميزانية، على صافي المبيعات الآجلة الخاصة بالشركة، وده مبلغ مقداره 102 مليون. طبعا بستخدم عدد أيام السنة، وصلت إن بالفعل متوسط فترة التحصيل عبارة عن 71 يوم. طبعا استكمالا، لأن أنا مش محتاج أحسب الدورة التشغيلية فقط، ده أنا كمان محتاج أحسب الدورة النقدية، هاخد في اعتباري كمان إن لازم أحسب ما يسمى بمتوسط فترة الائتمان أو السداد. وبقول متوسط فترة الائتمان أو السداد، أنت بتتكلم عن حجم مشتريات الشركة الآجلة، وبتتكلم على ما يترتب عن مشتريات الشركة الآجلة من خلال الحسابات الدائمة أو الموردين. عبارة عن متوسط فترة السداد أو الائتمان عبارة عن حجم الدائنين المبيعات الآجلة أو ما يترتب على المبيعات الآجلة من ديون ورقية غير مكتوبة، مش مسجلة زيها زي أوراق الدفع، لا، ديون ورقية بتتوقف على طبيعة الثقة أو المعاملة بين الشركة وبين مورديها. طبعا عبارة عن 6 مليون مقسومة على صافي المشتريات الآجلة للشركة. وطبعا زي ما حصل قبل كده وأنا بحسب أو بحلل من خلال النسب المالية الأداء المالي للشركة، لما أجي أقول المشتريات الآجلة للشركة ده مش رقم معلوم عندي بالفعل، مش رقم معلوم بالفعل، يعني لا عندي حاجة داخل قائمة الدخل الخاصة بالشركة اسمها مشتريات آجلة، ولا عندي حاجة داخل بنود قائمة المركز المالي اسمها مشتريات آجلة. طيب أحسب منين المشتريات الآجلة للشركة؟ زي ما قلت لحضرتك، المشتريات الآجلة للشركة عبارة عن نسبة من تكلفة البضاعة المباعة. طبعا في الواقع العملي نقدر نحسبها بشكل آخر، لكن خليني طبعا من باب التيسير أو التسهيل على حضرتك مرة تانية، أنا هفترض زي ما افترضت في النسب المالية إن نسبة 70% من تكلفة البضاعة المباعة بتمثل بالفعل حجم المشتريات الآجلة للشركة، وبالتالي كأن 70% في 76 مليون هتمثل عندي صافي المشتريات الآجلة الخاصة بالشركة. في ظل هذا الافتراض هيطلع عندي متوسط فترة السداد أو الائتمان 113 يوم. إذا بناء على الأرقام اللي أنا توصلت إليها من خلال بعض النسب المالية أقدر أوصل للفترة التشغيلية أو الدورة التشغيلية ثم الدورة النقدية. وهنا الدورة التشغيلية هتبقى عبارة عن 114 يوم زائد 71 يوم، هتبقى عبارة عن 185 يوم. طيب بعد ما وصلت إن الدورة التشغيلية عبارة عن 185 يوم، محتاج أحسب كمان الدورة النقدية، وقلت إن الدورة النقدية عبارة عن الدورة التشغيلية ناقص متوسط فترة السداد أو الائتمان، بالتالي 185 يوم ناقص 183 يوم يطلع عندي 52 يوم. طيب ماذا يعني أو ما هو المقصود ب 82 يوم؟ وما هو المقصود إن الدورة النقدية الخاصة بالشركة الحالية
بتمثل 52 يوم. ده معناه ان الشركة تقدر تحصل على نقود سائلة من خلال قيامها بنشاطها التشغيلي وإدارة استثماراتها بالشكل اللي يترتب عليه مبيعات، سواء كانت مبيعات نقدية أو مبيعات آجلة، الاثنين هيتحولوا إلى نقد سائل في إيد المنشأة مرة كل 52 يوم. طيب لو حبيت أعرف عدد الدورات النقدية اللي الشركة ممكن تحققها خلال السنة، عدد مرات حصول الشركة على نقد سائل بين يديها خلال الفترة الزمنية الكاملة اللي هي 360 يوم، هقسم طبعا 360 يوم على 52 يوم اللي هو متوسط أو الدورة النقدية، يديني 7 مرات في السنة. إذا المنشأة هتحصل على نقد سائل بين إيديها بعد سداد التزاماتها اللي بتتمثل في سداد قيمة مشتريات الآجلة، لما احنا بنسميها متوسط فترة السداد أو الائتمان، مرة كل 52 يوم، وبالتالي 7 مرات خلال السنة. دي أول معلومة. تاني معلومة، لما تيجي المنشأة تتعاقد على مصادر تمويل قصيرة الأجل، مصادر تمويل قصيرة الأجل للإنفاق على استثماراتها المختلفة، هل يصح أو هل يعقل أن تتعاقد المنشأة على مصادر تمويل تقل آجال استحقاقها عن 52 يوم؟ أو هل من الحكمة أن الشركة لما تيجي تتعاقد على قروض ممكن تتعاقد على قروض أعمارها أو تواريخ استحقاقها شهر أو شهر ونص؟ في الواقع لا. وبالتالي الحد الأدنى لأجال أو لتواريخ استحقاق مصادر التمويل قصيرة الأجل الخاصة بشركة لا يجب في كل الأحوال أن تنخفض عن 52 يوم أو أن تقل عن 52 يوم، وإلا زي ما قلت لحضرتك هذه الشركة هتبقى معرضة لما يسمى بمشاكل السيولة أو مشاكل العسر المالي. عدم الملائمة أو الموازنة بين توقيت استحقاق التدفقات الداخلة في شكل نقد سائل وتوقيت استحقاق التدفقات الخارجة في شكل التزامات على الشركة. ده معناه فشل إدارة الشركة في إنها تعمل عملية الملائمة أو الموازنة زي ما قلت لحضرتك، وبالتالي الحد الأدنى لفترة السداد الخاصة بالشركة نتيجة تعاقد الشركة على مصادر تمويل قصيرة الأجل مفروض ما تقلش عن 52 يوم. يبقى كده بعد ما قدرت أحكم على طبيعة إدارة المدير المالي للشركة، ثم السياسة التمويلية، ثم الحد الأدنى لتواريخ استحقاق مصادر التمويل قصيرة الأجل، هنتقل طبعا للحديث عن إدارة كل عنصر من عناصر الأصول المتداولة على حدة، أو كل استثمار قصير الأجل على حدة. يبقى اتعلمنا إزاي نحكم على إدارة أو سياسة المنشأة فيما يتعلق بإدارة الأصول المتداولة لكل، ونتيجة ارتباط استثمارات الشركة في الأصول المتداولة بمصادر التمويل اللي الشركة اعتمدت عليها في تمويل هذه الاستثمارات، خدت كمان الجانب الآخر في اعتبار، وبالتالي كان من الحكمة إن لما أجي أعرف زي ما قلت لحضرتك لما أجي أعرف رأس المال العامل، مش من الحكمة أن أقول إن رأس المال العامل هو إجمالي الأصول المتداولة فقط، ولكن أقول هو الجزء أو ذلك الجزء الأصول المتداولة اللي بيتم تمويله بالاعتماد على مصادر تمويل طويلة الأجل. وبالتالي ما يعنيش قصة أنه بيتم تمويله منين، لكن يعني أنك لما تيجي تتكلم عن أحد استثمارات الشركة لازم تاخد في اعتبارك كمان الشق الآخر وهو مصادر تمويلها، لأن في علاقة بين الهيكل المالي وبين حجم الأرباح أو العائد والمخاطر اللي بتتعرض إليها استثمارات الشركة ككل. طبعا خلينا ننتقل لجزء آخر، وهو كيفية إدارة كل أصل أو كل استثمار من استثمارات الشركة قصيرة الأجل على حدة. طبعا قبل ما أبدأ أستعرض قدام حضرتك كيفية إدارة كل أصل من أصول الشركة أو من استثماراتها قصيرة الأجل، هتكلم مع حضرتك عن كيفية إدارة عنصر النقدية من خلال استعراض أحد النماذج الرياضية اللازمة لإدارة عنصر النقدية. هكلم حضرتك كمان عن إدارة المدينين أو الزمم والحسابات المدينة. هكلم حضرتك عن إدارة المخزون، لكن مش هكلم عن حضرتك عن إدارة الاستثمار في أوراق المالية أو في محفظة الأوراق المالية، لأن يعني دي بالفعل مش ممكن يتم تغطيتها من خلال فصل في كتاب،
لحضرتك في مؤلفات كاملة عن كيفية إدارة محفظة الأوراق المالية، أو نحن بنسميها The Portfolio Management. وبالتالي هنكتفي في الجزء بتاعنا أو في المقرر السنة دي، وتحديدا وأنا بتكلم عن رأس المال العامل، هعرف حضرتك إزاي تحدد الحجم الأمثل لحجم النقدية اللي الشركة المفروض تحتفظ بيها كل فترة من الفترات، وهكلم حضرتك عن السياسات الإدارية الخاصة بإدارة الحسابات المدينة، ثم كيفية تحديد الحجم الأمثل للتعامل مع المخزون أو الاستثمار في المخزون. وهأجل طبعا كيفية التعامل أو كيفية إدارة محفظة الأوراق المالية لما أجي أتكلم عن موضوع آخر، أو بمعنى أصح عن كتاب آخر لمستوى آخر من حضرتك. خلينا نتكلم على إدارة النقدية. قبل طبعا ما ننتقل للحديث عن إدارة النقدية، هرجع تاني وأعرف دور حضرتك كمدير مالي إذا كنت بتتولى إدارة أحد الشركات. قلت لحضرتك إن الهدف عندك إنك إزاي تتعامل مع الأرقام، وإن إزاي حضرتك وأنت قاعد على مكتبك من خلال سياسة التقارير المالية إنك تقدر توصل لحجم الخلل أو العجز في إدارة أحد استثمارات الشركة. حضرتك لما أقول إدارة مخزون، طب ما هو الشركة بالفعل فيها مدير اسمه مدير المشتريات والمخازن. لما أقول إدارة أصول ثابتة، الشركة بالفعل فيها مهندسين إنتاج. لما أقول إدارة مخاطر، الشركة بالفعل أو الشركات الحديثة النهاردة بقى عندها ما يسمى بإدارات المخاطر. إذا داخل الشركة في مجموعة من الإدارات المستقلة، لكن المدير المالي بيعمل بصفته رقيب أو موجه أو مهيمن على هذه الإدارات. يقدر من خلال سياسة التقارير أو من خلال لغة الأرقام يقدر يستكشف حجم الخطأ أو أين يقع العيب في السياسات الإدارية التي تمارسها المنشأة. لما أقول إدارة مبيعات، أنا بتكلم عن أحد الأنشطة الخاصة ومدير التسويق، وبالتالي المدير المالي يقدر يتتبع الانحرافات في السياسات الإدارية المتبعة، ويقدر يحولها لأرقام، ويقدر يعرف حجم العجز أو حجم الزيادة برضو بلغة الأرقام الخاصة بكل نشاط من أنشطة الشركة أو المنشأة. طيب لما أقول إدارة نقدية، إزاي أحدد الحجم الأمثل للاحتفاظ بالنقدية؟ في الواقع واحنا كلنا نعلم، وانا وضحتها اكتر من مرة، انا عارف ان لو حجم المبالغ المحتفظ بها في شكل سيولة او نقد سائل في خزائن المنشأة لو زاد عن القدر الواجب بيعني تعرض المنشأة لمخاطر فقد ربحية، في حين ان نقص النقود السائلة او احتفاظ الشركة بحجم اقل من النقود السائلة بيعرض الشركة لما يسمى بمخاطر نقص سيولة أو مخاطر العسر المالي. طيب إزاي الشركة تدير عنصر النقدية كميا بالأرقام؟ طبعا عندي نماذج أو أكثر من نموذج رياضي من نماذج إدارة النقدية، هستعرض فقط ما يسمى بنموذج بومل. طبعا بنموذج بومل أو النموذج اللي احنا هنستخدمه في إدارة النقدية بيحدد الحجم الأمثل للمبلغ الواجب الاحتفاظ به في شكل نقود سائلة من خلال تحقيق التوازن أو التعادل بين نوعين من التكاليف. إيه هما؟ أول نوع من تكاليف الشركة ممكن تستخدمها في إدارة عنصر النقدية، في حاجة اسمها لو شركة كان عندها نقود سائلة أكثر مما يجب، يبقى في هذه الحالة الشركة تعرضت لما يسمى بمخاطر الفرصة البديلة، مخاطر عدم توجيه النقود السائلة للاستثمار المناسب، وتحديدا عدم توجيه النقود السائلة إلى الاستثمار في الأوراق المالية قصيرة الأجل. لأن أنسب وسيلة لما المدير المالي يقرر إنه ما يحتفظش بالنقود في شكلها السائل، أنسب وسيلة بين إيديه إنه ينجح في توجيه هذه النقدية إلى الاستثمار في محفظة أوراق مالية قصيرة الأجل، بشرط إن يكون نجح في اختيار الأوراق المالية ذات السيولة المرتفعة، وإلا يبقى هروبه من الاحتفاظ بالنقدية ان هو جمد استثمارات الشركة او جمد نقودها السائلة في اوراق مالية ممكن يفشل في تسييلها بالسعر المناسب في الوقت المناسب، وبالتالي يبقى بدل ما يعالج مشكلة ادارة النقدية يبقى دخل في مشكلة تانية، وهي مشكلة الفشل في اختيار الاوراق المالية الملائمة ثم في القدرة على بيع هذه الاوراق بالسعر المناسب وفي التوقيت المناسب، بالتالي عرض الشركة لمشكلة سيولة.
طيب هرجع تاني واقول لحضرتك احد النماذج الشهيره في اداره النقديه اسمه نموذج بومل. ولما اقول نموذج بومل بيقول لي ان الحجم الامثل للاحتفاظ بالنقد السائل يتحدد او اقدر اوصل له من خلال التوازن بين حاجتين، بين تكاليف الاحتفاظ بالنقديه. ولما اقول تكاليف احتفاظ بالنقديه وليس الى حالا بسميها تكلفه الفرصه البديله. وتكلفه الفرصه البديله اما تكلفه تحويل استثمارات الشركه او نقودها السائله الى اوراق ماليه قصيره الاجل، او على الاقل تكاليف احتفاظها في شكل وديعه بنكيه او حسابات بنكيه. يبقى حجم الربح اللي كان ممكن يدخل للشركه لو الشركه بدل ما تحتفظ بالنقود في شكل سائل لو واجهتها لاحد البنوك في شكل حساب بنكي عشان تحتفظ بيه. يبقى اما ان هو هيضيع على الشركه فرصه الاستثمار في اوراق ماليه قصيره الاجل، او هيضيع على الشركه فرصه الحصول على فوائد والتي تمثل ربح كوديعه بنكيه. طيب في الحاله الاخرى، في حاله عدم قيام المدير المالي للشركه بالاحتفاظ بالنقود في شكلها السائل، او بمعنى اصح احتفظ بقدر اقل من النقود السائله، هنا هيعرض الشركه لما يسمى بمخاطر او بتكاليف تدبير العجز في النقديه. وبالتالي من خلال الملائمه بين حاجتين، تكاليف احتفاظ بنقديه، تكاليف احتفاظ بنقديه اللي احنا بنسميها تكلفه الفرصه البديله، ويرمز اليها في القانون بتاعنا بتاع الحجم الامثل للنقديه بالرمز عين. وبالتالي عين عباره عن تكلفه الاحتفاظ بالنقديه اللي احنا بنسميها تكلفه الفرصه البديله، وبين تكاليف تدبير العجز في النقديه اللي احنا بنسميها ت. طبعا س ده عباره عن حجم الاحتياجات النقديه المطلوبه خلال الفتره. طبعا لما اجي اقول اداره نقديه يبقى عندي ارقام ماليه، انا كمان في الواقع محتاج معلومه اضافيه. ايه هي المعلومه الاضافيه؟ انا عايز كمان عشان اقول ما هو الحجم الامثل للاحتفاظ بالنقديه، لازم يكون عندي القدره كمدير مالي ان اتوقع او اتنبأ بحجم احتياجات الشركه من النقود السائله بشكل اجمالي خلال الفتره الماليه كامله ولتكن سنه. يعني على سبيل المثال الشركه اللي راس مالها او حجم استثماراتها 74 مليون، حجم السيوله اللي ممكن الشركه تحتاجها وبالتالي مطالبة انها تحتفظ بيها على مدار الفترة الكلية اللي هي سنة. هل الشركة لما تيجي تحدد او تقدر حجم الاحتياجات النقدية، طبعا الاحتياجات النقدية الخاصة بالشركة الشركة بتحتاجها في سداد ايه؟ في سداد التزاماتها او الجزء، ثم في سداد اعبائها التشغيلية. وبالتالي لما تيجي شركة تحدد حجم المبالغ النقدية الواجب الاحتفاظ بها، لازم تاخد في اعتبارها كل نوع من انواع المستحقات او الالتزامات اللي ممكن تواجهها خلال الفترة المالية. كمان ممكن تحدد او تاخد في اعتبارها كافة الاعباء، سواء كانت الاعباء التشغيلية او الاعباء التمويلية، وده طبعا جزء منها زي ما احنا لسه متكلمين عبارة عن مستحقات مالية. طيب على سبيل المثال لو شركة اللي رأس مالها مبلغ مقداره 74 مليون، حجم احتياجاتها من النقود السائلة سنويا مبلغ مقداره 30 مليون على مدار السنة، هل من الحكمة ان الشركة تحتفظ من بداية السنة او من بداية الفترة المالية حتى نهاية الفترة المالية بمبلغ نقدي سائل مقداره 30 مليون؟ هو ده السؤال. طبعا لو الشركة قامت بكده بالفعل يبقى عطلت جزء كبير من استثماراتها في شكل نقود سائله، حتى لو كان ده حجم النقود اللي الشركه محتاجاها على مدار فتره زمنيه بالفعل. لكن مجرد ان حضرتك تتوقع بحجم احتياجاتك النقديه على مدار السنه، حضرتك تقدر تستخدمه من خلال المعادله الحاليه اللي بتحدد لك الحجم الامثل للنقديه. من خلال توقعك بحجم احتياجاتك النقديه على مدار السنه ان اطبق النموذج اللي قدامي عشان اوصل لما يسمى بالحجم الامثل للنقود التي يجب الاحتفاظ بها من فتره الى اخرى. خلينا ناخد مثال تطبيقي مباشر، ومن خلال المثال هنقدر نستكشف بنفسنا كل شيء في اداره النقديه.
في المثال بيقول لي بالرجوع إلى قائمة المركز المالي السابقة، وهي القائمة اللي احنا بنتكلم عليها والتي تعبر عن استثمارات المنشأة الخاصة بصناعة الحديد والصلب ومصادر تمويلها. بفرض أن حجم الاحتياجات النقدية اللازمة للشركة خلال ذات العام قد قدر بمبلغ مقداره 35 مليون، زي ما أنا توقعت بالفعل. حجم الاحتياجات النقدية للشركة على مدار السنة ككل أو الفترة المالية مبلغ مقداره 35 مليون. ثم تكلفة المعاملات العملية الواحدة في بيع أوراق مالية، وكأننا بنتكلم عن تكاليف تدبير العجز في النقدية لو الشركة ما احتفظتش بالنقود الكافية بشكل سيولة، هتضطر إنها تبحث عن وسيلة لتدبير العجز. أحد طرق تدبير العجز إما إن الشركة تقوم بالاقتراض، وفي هذه الحالة هتتحمل تكاليف قروض في شكل أسعار فايدة ثابتة هتتحملها أو هتتكلفها، أو إن الشركة تصفي بعض استثماراتها وبالفعل تصفي محفظة الأوراق المالية اللي سبق وتجنبت الاحتفاظ بالنقود في شكلها السائل في مقابل إنها تعمل أو تبني محفظة من الاستثمارات في الأوراق المالية قصيرة الأجل. يبقى حاجة من اتنين، عشان المدير المالي يدبر العجز في النقدية عشان يواجه أحد مشكلات السيولة في فترة زمنية معينة، ممكن يلجأ للاقتراض، ممكن يلجأ لتصفية أحد استثماراته، وأقرب الاستثمارات للتصفية هي أكثرها سيولة وتداول، وبالتالي هي محفظة الأوراق المالية. طب في حالة قيامه بتصفية استثمارات محفظة الأوراق المالية هيتحمل تكاليف بيع. يعني إيه تكاليف بيع؟ يعني حضرتك كمدير مالي لما تكون عامل محفظة أوراق مالية وأنت بتكون محفظة الأوراق المالية، مع كل أمر شراء أو أمر بيع حضرتك هتتحمل ما يسمى بتكاليف سمسرة، لأن حضرتك لما تيجي تتعامل في البورصة عشان تكون محفظة أوراق مالية حضرتك ما بتتعاملش بذاتك، أنت بتتعامل مع أحد شركات السمسرة اللي بتحملك تكاليف اسمها تكاليف عقد الصفقات وتكاليف القيام بتنفيذ أوامر البيع والشراء نيابة عن حضرتك، ثم تكاليف إدارة محفظة الأوراق المالية برضو لحضرتك، ثم تكاليف الاحتفاظ بالأوراق المالية عندها هي كشركة سمسرة، وبالتالي بتحمل حضرتك بعض التكاليف. إذا لما أجي أقول تكاليف تدبير العجز في النقدية، إما تكاليف الاقتراض عشان تدبر العجز، أو تكاليف تصفية استثماراتك في الأوراق المالية، وزي ما قلت لحضرتك عمولة السمسرة، تكاليف الإدارة، تكاليف الاحتفاظ وخلافه. على الجانب الآخر طبعا هنا قال لي إن تكلفة المعاملات سواء كان بيع أوراق مالية أو في الاقتراض لتدبير العجز في النقدية بمبلغ مقداره 10,000 جنيه في كل مرة. يبقى تكاليف تدبير العجز الشركة هتتحملها في سبيل توفير النقد السائل، في كل مرة الشركة هتتحمل مبلغ مقداره 10,000 جنيه. بيقول لي وذلك في الوقت الذي تبلغ فيه تكلفة الفرصة البديلة نسبة 12% سنويا. يعني في حالة إن الشركة ما احتفظتش أو احتفظت بنقد أكثر مما يجب، هي ضيعت على الشركة نفسها أو المدير المالي ضيع على الشركة فرصة تحقيق عائد على الاستثمار معدله 12% سنويا. وطبعا أنا ممكن طبعا في أحد الأمثلة وأنا بختبر حضرتك سواء كان في امتحان بشكل أو بآخر ممكن أسيب ده مجهول وحضرتك تتوقع إنك تحل تمرين زي التمرين اللي بين إيدين حضرتك في ظل غياب تكلفة الفرصة البديلة. طب ما تكلفة الفرصة البديلة حضرتك تقدر تحسبها بأكتر من طريقة. تقدر تحسبها من خلال تكاليف الاستثمار في محفظة الأوراق المالية قصيرة الأجل، تقدر تحسبها في شكل معدل العائد على الاستثمار اللي الشركة حققته بالفعل، لأن المدير المالي لو ما أمشي بالاحتفاظ بالنقود في شكلها السائل كان هيوجهها لاستثمارات الشركة وكان هيحقق عليها ما يسمى بمعدل عائد على الاستثمار الكلي للشركة، وبالتالي أقدر في حالة غياب المعلومة اللي قدام حضرتك اللي هي 12% أقدر أقول إن ده في شكل معدل العائد المحقق على استثمارات الشركة. لكن طبعا عشان كل البيانات عندي متوفرة أقدر أطبق النموذج الخاص بتحديد الحجم الأمثل للنقدية بشكل مباشر. وبالتالي اتنين، في تكاليف زي ما قلت لحضرتك تكاليف تدبير العجز،
في حجم الاحتياجات النقدية خلال الفترة الزمنية كلها اللي هي خلال السنة 35 مليون مقسومة على تكلفة الفرصة البديلة أو معدل عائد على الاستثمار أو تكاليف الأرباح اللي الشركة كان ممكن تحققها نتيجة إنها توجه النقود السائلة عندها إلى البنك من خلال عمل حساب بنكي، وبالتالي هقدر أقول إن الحجم الأمثل للاحتفاظ بالنقدية عبارة عن مبلغ مقداره 2.4 مليون جنيه. يبقى بناء على توقع الشركة بحجم احتياجاتها النقدية خلال العام، قدرت أحسب إن في ظل المعلومات المتاحة الحجم الأمثل للاحتفاظ بالنقدية 2.4 مليون جنيه. طيب إذا كان الحجم الأمثل للاحتفاظ بالنقود في شكلها السائل مبلغ مقداره 2.4 مليون جنيه، إذا ده معناه إن حجم احتياجات الشركة ككل اللي هي 35 مليون، الشركة في كل مرة محتاجة تحتفظ بمبلغ مقداره 2.4. طيب يبقى عدد مرات احتفاظ الشركة بهذا المبلغ خلال الفترة الزمنية الكاملة اللي هي السنة هتبقى عبارة عن كام؟ أقسم حجم الاحتياجات النقدية كاملة اللي هي 35 مليون على الحجم الأمثل للنقدية يديني عدد مرات الاحتفاظ، وطبعا طلع 14.5 تقريبا، بالتالي ما يقرب من 15 مرة خلال السنة. طيب لما أقول 15 مرة خلال السنة، إذا خلال السنة اللي هي مقدارها 360 يوم، لو قسمت على عدد المرات أقدر أوصل للمدة الزمنية اللي الشركة محتاجة خلالها تدبر مبلغ مقداره 2.4 مليون. إذا الفاصل الزمني بين كل مرة ومرة من ال 15 مرة مدة زمنية مقدارها 24 يوم، إذا الشركة مسؤولة عن تدبير مبلغ مقداره 2.4 مليون جنيه مرة كل 24 يوم واقع 5 مرات في السنة. يبقى مش من الحكمة إن الشركة تحتفظ بنقود سائلة في شكل مبلغ مقداره 35 مليون جنيه من بداية الفترة الزمنية حتى نهايتها عشان تقدر تواجه احتياجاتها من النقود السائلة أو تقدر تغطي التزاماتها في آجال استحقاقها. دي أول معلومة. تاني معلومة، تعالى بقى نحكم على مدى نجاح الشركة في إدارة استثماراتها السائلة أو فيما يتعلق بحجم النقدية. الشركة في الوقت اللي كانت مطالبة بيه إنها تحتفظ بمبلغ مقداره 2.4 مليون جنيه فقط في كل فترة زمنية مقدارها 24 يوم، احتفظت بالفعل بمبلغ مقداره 2.8 مليون، وبالتالي الشركة كأنها احتفظت بحجم أكبر مما يجب، وبالتالي الشركة فشلت في إدارة عنصر النقدية. ليه؟ لأن الشركة في هذه الحالة عندها ما يسمى بأموال معطلة أو أموال مهدرة. حجمها عبارة عن قد إيه؟ عبارة عن الفرق بين المبلغ اللي الشركة احتفظ بيه بالفعل اللي هو 2.8 مليون والحجم الأمثل للنقدية اللي كان المفروض الشركة تحتفظ بيها، وبالتالي بقى حجم النقود المهدرة أو العاطلة في خزينة الشركة عبارة عن الفرق بين 2.8 مليون ناقص 2.415 مليون يديلي مبلغ مقداره 384,000 جنيه على مدار السنة. ده حجم المبالغ المهدرة. طب إذا خدت في اعتباري إن المبلغ ده كان ممكن الشركة تواجهه للاستثمار أو كان ممكن تعمل أو تكون من خلاله محفظة استثمارية قصيرة الأجل تنجح من خلالها في تحقيق بعض العوائد، أو إن بالفعل الشركة ضيعت فرصة لتحقيق ربحية مقدارها 12% اللي احنا بنسميها تكلفة الفرصة البديلة، إذا الشركة كان ممكن تحقق المبلغ المهدر أو المبلغ العاطل كان ممكن تحقق عليه معدل عائد الاستثمار مقداره 12%، وبالتالي كان ممكن تحقق مبلغ في شكل عوائد استثمارات مقدارها 46.1 جنيه. إذا نتيجة فشل الشركة في إدارة عنصر النقدية تسببت في ضياع فرصة ربحية مقدارها 46,000 جنيه خلال السنة. طيب لو قسمت المبلغ ده على عدد مرات الاحتفاظ بالنقدية اللي هي 15 مرة هقدر أوصل إن الشركة تسببت في ضياع مبلغ مقداره 3,000 جنيه تقريبا كل 24 يوم. وبالتالي لو قلت لحضرتك إيه رأي حضرتك
في مدى كفاءة المدير المالي لهذه المشاة في إدارة عنصر النقدية. هتقولي المدير المالي للشركة الحالية فشل في إدارة عنصر النقدية بالشكل الواجب، لأنه ما احتفظش بالنقود عند حجمها الأمثل، وبالتالي تسبب في ضياع أو في إهدار بعض فرص الربحية على الشركة، اللي ترتب عليها ضياع أرباح مقدارها 3000 جنيه كل 24 يوم. شكرا لحضراتكم من جديد، استكمل إن شاء الله في المحاضرة الجاية إدارة الحسابات المدينة أو الزمن، يليها إدارة المخزون، وطبعا هنكتفي بالعنصرين دول واحنا بنتكلم على إدارة الاستثمار في رأس المال العامل، على أمل إن احنا نكمل بقية الكتاب إن شاء الله من خلال كمان محاضرتين. شكرا من جديد لحضراتكم.